السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه اليوم الجمعه، نترحموا على الاموات ديالنا ديال الزلزال ديال الحوز. الله يرحم جميع الموتى والله يشافي المرضى يا ربي. وتستمر الحياه. غادي ننزل واحد الفيديو اللي كان صراحه مصور نهار الجمعه اللي وقع فيه الزلزال. غادي نصاوب معكم حرشه في الفران والخبز ديال الطوست او البندومي. بالنسبه للمقادير، خديت تما واحد الكاس ديال الدقيق، ضفت ليه ملعقه كبيره ديال خميره فوريه، ملعقه ديال السكر، عندي جوج كيسان ديال الحليب. غادي ندير الكاس الاول والحليب يكون دافي مع داك الطحين والخميره والسكر، وغنخليهم يتفاعلوا. عندي ايضا واحد نصف كاس ديال الزيت، وعندي ملعقه كبيره ديال الزبده الخاصه بالاكل. بالنسبه للزيت فنص كاس يعني ناقص شي شويه، والعبارات خديتهم بكاس ديال العنبه وخلاص. بالنسبه للدقيق فغادي نقول لكم بالضبط شحال درت فيه. درت فيه 4 الكيسان ونص. من بعد ما تفاعلت لي ديك الخميره كنخلطها، وغادي نضيف الزيت وغادي نخلط مزيان. هنا عندي قريصه ديال الملح ما ضفتهاش في الاول باش يعني ما تبطلش هي المفعول ديال الخميره ديال الخبز. صافي كنخلط هذيك العناصر كامله حتى كتجانس ليا، يعني داك الزيت كيدخل مع داك الخليط وداك الحليب حتى هو والملحه من طبيعه الحال. وغادي نبدا كنضيف الدقيق. انا هنايا الدقيق راني عابره يعني 4 ديال الكؤوس ونصف اللي دخلت معايا، وكيبقى على حسب درجه امتصاص كل دقيق للسوائل. بالنسبه لهاد العجينه ديال الخبز الطوست، ضروري ما انها كتكون رطبه شي شويه، ماشي لدرجه انها تلتصق باليد، لانه من غادي نضيفوا لها ديك الزبده في الاخر فكنتحصلوا على واحد العجين انتما غتشوفوا معايا اللي كيكون رطيطب واملس. صافي كنبدا كنضيف داك الدقيق وانا كنعجن عادي. هنا كما قلت لكم الدقيق عندي معبر. بالنسبه لهاد الخبز ديال الطوست، انا درت جوج كيسان ديال الحليب، يعني عجنته غير بالحليب. ممكن ديروا كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء، ممكن تعجنوه غير بالماء. وإلا عندكم الحليب المجفف كتضيفوا واحد الملعقه ديال الطعام ديال الحليب المجفف، وهذا الشيء اللي كاين هو بالحليب كيجي المذاق ديالو احسن، يعني من احسن من اننا كنعجنوه بالماء، يعني كيولي كيختال. الا عجناه بالماء كيجي بحال الخبز العادي، الوغ كو خبز الطوست عفوا حنا كنعرفوا بانه كيكون فيه واحد النسمه هكايا مختلفه على الخبز العادي. صافي كما كتشوفوا، من بعد ما دخلت هذاك الدقيق كامل في داك العجين، غادي نبدا كندخل هذيك الزبده. كما قلت لكم زبده حيوانيه من الافضل، اولا الا ما عندكمش زبده حيوانيه غديروا زبده نباتيه يعني ديال العلبه، راه كاين بزاف ديال لي مارك، ولكن المارغرين ما صالحش. هادشي اللي كاين كنخلطو مزيان 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 ديك الزبده مع داك الخليط، وهانتوما غادي تشوفوا العجينه ما كتبقاش كتلتصق لينا بيدينا، يعني انا غادي نزول غير داك الفائض وصافي غتكون العجينه ديالي واجده. خديت هذاك البول الثاني دهنته بشويه ديال الزيت، وغادي ندير فيه العجين ديالي حتى يختمر ويتضاعف الحجم ديالو. انا هنا عندي هاد المول الخاص بخبز الطوست، ممكن ديروا غير المول الطويل ديال الكيكه عادي. هنا كنسرح هذاك العجين ديالي وكنثقبو يعني كنثقبو هكايا، يا اما بفرشيطه يا اما بالبيك بات، وغادي نشدو من الجنب باش ما يعني كنسدو هكا العجينه ديالنا. وبالنسبه للمول راه مدهون بالزبده ومغبر بالدقيق، لا هو لا ديك الغطا ديالو، باش منين يكون كيطلع لنا الخبز ديالنا في يعني ملي يكون كيطيب ما يلتصقش لينا بالفوق. خليته غير واحد شويه، لانه ديك عمليه الاختمار اللي درنا في الاول كتسرع لينا الاختمار من بعد. خليته غير واحد شويه ودخلته للفران. كما كتشوفوا غادي ياخذ معايا ساعه ديال الوقت، والفران كان يعني سخون على 220، غادي نهبطو ل 180 فوق ومن التحت بلا ما ندير المروحه باش الخبز ديالي ما يقصحش ليا. من بعد ما طاب هانتوما شوفوا كيجي اللون ديالو هكايا مذهب زوين. نسيت ما قلت لكمش انني انا ما دهنتو حتى شي حاجه، خليته ناتور. ممكن انكم تدهنوه بالحليب من الفوق اولا بالبيض وديروا ليه الزرارع، كيبقى لكم الاختيار. انا ولادي ما كياكلوش لي يعني اي حاجه كنديرها فوق الخبز هكا ما كيبغيوهاش، داكشي علاش خليته هكايا ناتور. وغادي ندير عليه واحد المنديل ونخشيه في واحد البلاستيك ونخليه حتى يبرد تماما. انا هنا راه كنت صايبته في الصباح، يعني هكايا مع الشغل ديال الصباح، وخليته حتى العشيه حتى برد في الثلاجه غير لتحت ماشي في المجمد. من بعد ما برد صافي غادي نزولو من هذاك المنديل، وغادي نبدا كنقطع فيه. راه كيجي بحالو بحال اللي كنشريو
ربما احسن في المذاق، ومن طبيعه الحال حاجه ديال الدار مصوبه بكل حب، راه كتكون من طبيعه الحال بنينه على ديال برا. هذا هو الشكل ديالو، شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، يعني عادي جدا في حاله بحال هذا كما قلت لكم، يعني النتيجه بحالها بحال هذاك اللي كنشريو، وربما كينقم علينا في اقل ثمن، ومن طبيعه الحال ما فيهش مواد حافظه. هذا هو الاساس باش نعرفوا شنو كنعطيو لوليداتنا. صافي هادشي اللي كاين، غادي نستمر وغادي نقطعو باش نوريكم. كنستعملو انا هكايا، مهم فطور ديال الصباح، دي ساندويتش للوليدات هكا مع الفخوماج، وعلاش لا نقدروا نديرو ليهم فيه حتى زبيده وكونفيتور، المهم كل واحد ياكلو كيف بغى. هذه هي الوصفه ديالي ديال الخبز توست، هانتوما شوفوا جات ناجحه وزوينه. وبالنسبه للوصفه الثانيه غادي ندير معكم واحد الحريشه في الفران، حتى هي كتجي بنينه ولذيذه. عندي ليها كاس ديال الزيت، وعندي ثلاثة ديال الكيسان ديال السميده الخاصه بالحرشه، وبيضه، وكيس ديال الخميره ديال الحلويات، ربع كاس ديال السكر، وثلاثة ديال الكيسان ديال الحليب. بالنسبه للسكر ممكن ديروا نصف كاس، انا ما بغيتش الحلاوه هكايا بزاف، لانه هكا باش نديروا ليها الفرماج ونديروا ليها يعني اللي بغينا، فمن الافضل ما تكونش حلوه بزاف. ممكن كاع اللي ما كيبغيش السكر يستغنى على السكر، يدير واحد المعلقه صافي. خلطت هذيك الملحه والخميره مع السميده وخليتهم على جنب، خديت ديك البيضه وديك السكر، وغادي نضيف ليهم الزيت وغادي نخلطهم، يعني ما نخلطهمش بزاف، غادي نخلطهم هكايا عادي. وبدا من بعد نضيف الحليب اللي قلت لكم، 3 ديال الكؤوس حليب، يكون يعني بدرجه حراره المطبخ. هاد الوصفه راه العناصر ديالها كاملين كيكونوا بدرجه حراره المطبخ. 3 ديال الكيسان ديال الحليب، وغادي نخلطهم، ومن بعد غادي نبدا كنضيف هذيك السميد شويه بشويه. كما قلت لكم فهاد الوصفه هذه، هاد الوصفات بجوج كنت حضرتهم نهار الجمعه، ولكن ما نزلتهمش بحكم الظروف، ما كانش عندنا الخاطر الصراحه، كنا بقينا مقابلين غير شنو واقع، شنو كاين، فين وصلت، فين وصل الزلزال اللي ضرب في اكادير وتارودانت. كما قلت لكم الله يرحم جميع موتى المسلمين يا ربي، وهادشي اللي كاين. بان لي بانه الخليط راه باقي شويه خفيف، ضفت ليه واحد ملعقه ديال السميده كاضافه وصافي. انا كما قلت لكم يعني دائما كيبقى على حسب النوعيه ديال السميد اولا نوعيه ديال الدقيق. غادي نخلي هاد الخليط ديالي غير واحد 5 دقائق، شوفوا كيفاش كيولي. خديت انا هنا بغيت ندير، درت وحدين اللي غادي نسقيهم من بعد بالعسل، وخديت هذاك المول، دابا نخلي لكم القطر ديالو في صندوق الوصف، ودهنتو بالزبده وغبرتو بالسميده. ضروري ما انكم تدهنوا بالزبده وتغبروا بالسميده باش ما يلتصقوش ليكم. هنا درتهم فرديين كما قلت لكم باش غادي نسقيهم بالعسل، هكايا يجيو حلوين للكوتي ديال العشيه. يعني ما درتش بزاف، درت غير هاد الحبات هادو. وممكن انكم هاد يعني هاد الخليط هذا غادي نخلي لكم القطر ديال المول اللي دابيتود كنخدم فيه، يعني تيكون 30 قطر ديال 30 28. هي ما كتنتفخش بزاف هاد الوصفه ديال هاد الحرشه في الفران، ما كتنتفخش بزاف. وهاد الخليط هذا ممكن انكم ديروه في المقلات فوق البوطه، كديروا مثلا شي عازل ما بين النار وما بين المقله الثقيله ديالكم، باش كتبقى طيب لكم على المهل، لانه كتجي غليظه باش كطيب لنا حتى من الداخل. كتغطيو عليها وكتخليوها ملي كيبان لكم الوجه ديالها نشف كتقلبوها. هذه هي الحرشه ديالي من بعد ما خرجت، راه كانت هنا مازال سخونه، وغادي نقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي الصراحه بنينه وزوينه. كما قلت لكم اللي كيبغي الحلاوه ممكن انه يضاعف كميه السكر. هنا انا ما كان يعني ما كان ايفيتي الحاجه الحلوه، فدرتها هكايا، شوفوا كيفاش جات من الداخل هكا مع الجبن. صراحه المذاق ديالها جا رائع، وكيجي فيها واحد المذاق اللي مميز على الحرشه العاديه اللي كنعرفوا. صافي هادو كما قلت لكم غادي ندير ليهم العسل، وهو هذا اللي كاين. غادي نخليهم يتشربوا مزيان بالعسل. ما بغيتوش ديروا العسل، ممكن انكم ديروا يعني القطر اللي كنديروا هكايا عاده في البسبوسه، تاخذوا واحد جوج كيسان ديال الماء مع كاس ديال السكر، تخليهم حتى يغليو، وديروا فيهم واحد طرونش ديال الحامض اولا الليمون، ومن بعد راه غتسقيو بهم. كما انكم ممكن ديروها كامله مالحه في الفرن صافي. من بعد ما غادي نسقيهم غادي نخليهم حتى كيبردوا مزيان مزيان مزيان، وغادي نقلبهم. للاسف في المقطع ما بقاش عندي، ما عرفتش واش ما صورتوش اولا تمسح ليا، مسحته بلا ما نحس، ما عرفتش. غادي نقلبهم وغنزينهم غير بشويه ديال الكوك من الفوق. انا هادو درتهم هكايا غير لوليدات الكوتي، والاخرى الحرشه الاخرى كانوا فطروا بها وداوها المدرسه. اللي وصل حتى لهنا كنقول ليه ما تبخلش عليا بواحد اللايك، جزاك الله كل خير، وبارطاجي القناه مع اصدقاء والاحباب، وعلاش لا
مواقع التواصل الاجتماعي، كنحاول دائما انني نقدم وصفات اقتصاديه وبسيطه وسريعه اللي كتوجد فيه صعب حكم الوقت ما كاينش مع الخدمه والوليدات والمدرسه. وغيكونوا هادو هما الاقتراحات اللي اقترحت عليكم اليوم، كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم. وصفات ديالي معكم اليوم، كيساليو، كنقول لكم في امان الله وحفظه، الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين ويحفظ البلد ديالنا، والله يرحم موتى المسلمين اجمعين يا ربي ويشفي المرضى كاملين. نهاركم مبروك اللي كيشوف صباح الفيديو، وامسيه سعيده اللي كيشوفوا في العشيه. بسلام عليكم.